خديجة تتألم، خديجة تتألم، الله اللي عن بها على قبل الأخت هيلا تتألم لي كل واحد ألم. نقولش لك الليل ماكيناش، الليل ماكيناش، ماكيناش، ماكيناش. والبارح سيسألم سيقول يا قلبي غادي يتفرقع، والبارح سيسألم سيقول يا قلبي غادي يتفرقع، غادي يتفرقع. وكيتكى على جيلي كيضرب في صداري وانا ما لقيتش لي جد. انا ما عرفتش غادي نقول لك والله ما عرفت. وشي اللي كرم الله الا دخلت وحق الله العظيم. وات انا انسان، انا بنادم، الحرقة مسكينة أخوها أروع أخت خيفة عليه 44 سنة ما تزوج ما عنده وليدات في لحظة من اللحظات تتصاب مرض القلب. كنشوف في قضية يضيع من بين يدينا والجد ما لقيناش الجد لا جد الله. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت خديجة. أخت خديجة نموذج ديال المرأة المغربية، مسألة طبيعية جدا تنعرفوها أنه البنات حنانات. خديجة تتألم، الله اللي عن بها على قبل الأخ ديالها. الأخ ديالها رشيد عنده حوالي 44 سنة، شاب طموح متزوج ما عندوش وليدات، في لحظة من اللحظات تصاب مرض ديال القلب. خديجة هي الحنينة في خوها، دخت بها الدنيا. شوفوا معي القصة. خديجة عاودي لي أختي، عاودي لي على أخوك. السلام عليكم. خويا كان ما عليه ما بيه حتى طاح، شدو كريز ديتو ليرجونس، قال لي ضرني قلبي، دخلنا للسبيطار المنصور، داروا لي الإسعافات الأولية، قالوا لي خصو يمشي للميريزكو. زاتو لومبيلونس مشينا للميريزكو، داروا لي التخطيط، بقينا من 12 ل 4:30 الصباح وحنا سمايا. ملي شافو الطبيب ودار لي التخطيط قال لي خصو ضروري التلفازه، رجعي غدا خدي رونديفو. هو حالته ما كتسناش انه ياخذ الرونديفو. اضطرينا الزينة دينا درنا لي التلفاز على برا. ملي شافو الطبيب قال لينا عنده عمليه، وعمليه مستعجله ما خصوش يتسنى. ملي قلنا له دكتور شحال العمليه، قلنا من بين 12 فوق، ما نقدرش نقول لكم، نصيفطكم عند الطبيب اللي كيدير العمليه. مشينا درنا، بقينا كنسولوا جميع المصحات، كلشي تيقول لنا 13، تيقول لنا 15، كل واحد مصحه واش كتقول لنا. ملي وصلنا لواحد المصحه قالوا لنا اخر ثمن 13. دخلت عند المسؤول طلبته بكينا عليه، قال لي اخر ثمن، اخر ثمن، قال لي 9 ونص، وانا ما عنديش 9 ونص. وحنا هو ما عندوش، هو مجرد كان كيبيع ويشري، المرة البلوط، مرة الهندية، كل مرة وشنو كان كيبيع. وانا ما عنديش منين غنجيبو لي هاد المبلغ كله. كيبان تيتألم لي كل واحد الألم. ما نقولش لك الليل ماكيناش، 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 وما كيجيوش الناس. الماكلة ما بقاش كياكل دابا الماكلة، وتقول ما بقاش ياكل. اختي هاد السبيطار ديال الدولة زعما كيوالو. اخويا قال لك تسنى خصو الراميد، الراميد يلا دفعناه، ما تخرج لنا لا شهرين وما يزيد عليها. هو ما كيتسناش، الطبيب تيقول لنا اخرجوا خصكم ديروها. راه حالته قلنا قد ما استعجلتوا العمليه قلنا احسن، عطلتوها كتكون نسبه النجاح قليله. شحال اختي نتوما شحال وصلتوا في هذا المبلغ هذا؟ وصلنا خويا دابا حاليا، دابا اللي جمعنا حنايا جوج لكم 9 ونص، قلنا 9 ونص اخر سما. مشاهدينا الكرام، الحنان ديال الاخت ديال تتبكي على خوها ما شاء الله وصافي. دابا المشكل هنا، هنا فين وقفه الامور؟ حيت ما كاينش فلوس، ما لقيتش لي الجد. والبارح سيسالم سيقول يا قلبي غادي يتفرقع، غادي يتفرقع. وكيتكى على رجلي كيضرب في صداري وانا ما لقيتش لي الجد. يعني مسألة انا ما عرفتش غادي نقول لك والله ما عرفت. مشاهدين كرام الله الا دخلت وحق الله العظيم. وات انا انسان، انا بنادم، الحرقة مسكينة اخوها
اروع اخت خايفه عليه 44 سنه ما تزوج ما عنده وليدات في لحظه من اللحظات تتصاب مرض القلب. كنشوف فيه غادي يضيع من بين يدينا والجد ما لقيناش الجد لا جد الله، وكنطلبوا من الناس اللي يتساعدوا معنا ويحنوا فيه. الله يفرج عليك اختي. مشاهدينا الكرام، كنطلبوا الله عز وجل وجود المغاربه في المغرب وخارج المغرب، يد الله مع الجماعه، كل من ساهم او ساعد راه اجره كبير عند الله عز وجل. انا غادي نوضع رقم ديال الاخت والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. هي حاليا كما قالت وصلت المبلغ ديال 2 مليون، الى توفقت في المبلغ غنوضعكم اكثر في الصوره لتبيان اكثر في الموضوع. مشاهدينا الكرام، اني اتلعثم في الكلام لانه هي تتكلم بحرقه، والامنيه ديالها ان هذا هذا شاب مسكين مازال ما عنده لا وليدات وتيشوفوا فيه بزاف. هي مسكينه مزوجه عندها 3 وليدات هاملاهم على قبل خوها ليل ونهار، والطبيب يلح على العمليه الا ان الظروف لا راي اخر. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الاخت تعليق المواطن. شكرا لكم.